تفاصيل أكتر عن تعاقد النادي الأهلي مع زين الدين. معنا ينضم هاتفيا الزميل خليفاوي مصطفى الصحفي بجريدة بولا الجزائرية. إزاي حضرتك يا فندم؟ مرحبا أستاذ رمزي، تحية طيبة لك ولكل المتابعين الكرام. كل عام وأنتم بخير وأهلنا وحبيبنا في الجزائر بخير وصحة وسعادة يا رب. وأنتم بخير يا رب وكل الأمة الإسلامية. عندك أكيد بقى التفاصيل الخاصة مع تعاقد النادي الأهلي مع لعيب اتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بالعيد. كلمنا معا عن التفاصيل، الكواليس، كيف تم التعاقد مع اللعيب؟ هي في الأيام الأخيرة كان هناك اتصالات مكثفة من قبل إدارة الأهلي المصري وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري من أجل حسم صفقة انضمام زين الدين بالعيد للعملاق المصري والإفريقي. كانت هناك اتصالات منذ مدة كما يعلم الجميع، ولكن اتحاد العاصمة كان متمسك بالطلب الأول، حيث اشترط 1,200,000 يورو مقابل تصريح زين الدين بالعيد، وهو الذي تمسك بقراره بعد الاتصالات التي وصلت اللاعب من قبل بعض الأندية الإنجليزية التي تلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية، حيث تدخل أحد وكلاء اللاعبين وقام بجلب قام بجلب عروض للاعب من أجل الانضمام إلى الدوري الإنجليزي. وفي الأيام الأخيرة أيضا كان هنالك أيضا اتصالات من نادي ميناء السعودية، ولكن كانت هنالك اتصالات فقط، ولكن الأمور لم تحسن بالنسبة للاعب. هو ده أنا كنت عايز أسألك أستاذ خليفاوي، هو فقط تفضل. كانت اتصالات، يعني الصفقة ما كانتش زي ما بيقولوا كده في الماتشور ليفل، يعني ما كانتش وصلت إلى مرحلة إيه النضج. صحيح، كانت هناك اتصالات فقط، ولكن إدارة اتحاد العاصمة كانت دائما تطمع في سعر مرتفع من أجل ضم اللاعب، وحتى كسر العقد الجزائي اتحاد العاصمة وحتى جماهير النادي يعني لامت كثير إدارة النادي بعدم رفع قيمة الشرط الجزائي بالنظر للقيمة الفنية للاعب. اللاعب زين الدين بالعيد الأهلي المصري اكتسب لاعب من قيمة الكبار، لاعب من الطراز العالي، يبلغ 25 سنة. لو نجح في التأقلم مع النادي الأهلي سيكون الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة للنادي المصري، وهذه 750,000 يورو سيبيع النادي المصري بعدين اللاعب بأضعاف. هذا أمر أكيد نتمنى فقط إن شاء الله أن يتأقلم اللاعب وينجح في مسيرته مع الأهلي المصري بعد فشل الجزائري أمير سعيود سابقا، وحتى قندوسي الذي أعير لنادي سيراميكا كليو فترة وأخر من ثمانية أن يعود للأهلي ويقدم أداء كبير إن شاء الله. نعم، كيف استقبلت الجماهير الجزائرية خاصة جماهير اتحاد العاصمة خبر انتقال زين الدين بالعيد للنادي الأهلي؟ يعني هذا الأمر كان متوقع بالنسبة للجماهير الجزائرية، وكانت تنتظر فقط الإعلان الرسمي بالنسبة لضم زين الدين بالعيد للأهلي المصري. أكيد أن الجماهير الجزائرية كانت على عين بأن هذا الموسم سيكون الآخر بالنسبة للاعب في الدوري الجزائري وسينتقل لنادي آخر، تواجده في البطولة المصرية وتواجده في الأهلي المصري سيعود بالفائدة بالدرجة الأولى على المنتخب الجزائري. زين الدين بالعيد سيلعب يعني مباريات كالقمة ومباريات إفريقية ومباريات حتى كأس العالم طبعا مع الأهلي المصري، وكل هذا سيعود بالفائدة على اللاعب وحتى على المنتخب الوطني بما أنه يبلغ من العمر 25 سنة، والجماهير الجزائرية تطالب بمنحه الفرصة حتى يكون أساسيا في قلب دفاع المنتخب الجزائري. هو الآن متواجد مع المنتخب الجزائري تحسبا لمباراة أوغندا يوم الاثنين إن شاء الله. نعم، بصفتك صحفي جزائري كيف تصف أداء زين الدين بالعيد؟ نقاط قوته وكمان نقاط ضعفه. يعني زين الدين بالعيد هو قيمة فنية كبيرة جدا، له عديد المقومات التي ترشحه ليكون أحد أبرز المدافعين في إفريقيا. تألق في المباريات الكبيرة، تألق حتى ضد النادي الأهلي المصري في السوبر الإفريقي، وكان صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء. هو مدافع هداف، له ارتقاءات عالية جدا، يعني حتى المراقبة الفردية مان تو مان واختصاصي فيها، معروف بقيادته للفرق، يملك روح قياديه ستنفع النادي المصري
كثيرا، قيمة فنية كبيرة جدا، سيتمكن الأهلي المصري من الاستفادة منها دون شك. عظيم جدا. قل لي، هو المفروض حسب الأخبار اللي هي عندنا أن هو المفروض اللاعب إن شاء الله هيجي بعد عيد الأضحى مبارك، كل سنة وأنتم طيبين جميعا، علشان نبدأ بقى في الإجراءات الرسمية للإعلام بشكل رسمي. عندك كواليس، عندك أخبار ممكن تضيفها في هذا الصدد؟ صحيح، هو حاليا متواجد مع المنتخب الجزائري في سفريته الى اوغندا بعد العوده الى الجزائر، وبعد ايام عيد الاضحى حسب المقربين من اللاعب ربما سينتقل يوم 20 جوان الى مصر من اجل اتمام التعاقدات والانضاء للوثائق الرسميه. قيل ان والد اللاعب وحتى وكيل اعماله قاموا باستخراج التاشيره الى مصر، وكذلك باجراءات التذاكر. سيكون مرفوقا بوالده ووكيل عمله ومقرب اخر من اللاعب. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الصحفي الزميل خلفاوي مصطفى الصحفي بجريده بولا الجزائريه.